السلام عليكم، معكم الاخ فاروق بيتيس مدرب فريق تقدم بالفاء ورئيس الجمعيه. الدوري توجنا به عن جدار الاستحقاق، كان اللي انضمته جمعيه سيدي واس امجد سيدي واس لكره القدم المصغره، وكنشكروا جميع اللاعبين اللي تقاتلوا معنا منذ بدايه الدوري باش نحرزوا هذا اللقب اللي هو غالي علينا، وخصوصا اللي جاب الطراب ديال سيدي واساي. وكنشكروا اللجنه المنظمه وجمعيه امجد سيدي واساي، وكنحيوهم على هذا الدوري اللي كان تحفه، ونتمناو يتعاود ما تكونش نسخه اول واخيره، نتمناو تكون نسخ قادمه ان شاء الله. مرحبا بكم، كنشكركم على التغطيه ديال الحفل. الحمد لله الخير داز بخير وعلى خير، الله وبفضل واحد مجموعه من المتدخلين اللي ساهموا معنا في سواء المجلس المنتخب السيد الرئيس الجامعه محمد فلولو، السيد رئيس المجلس الاقليمي السيد الرصيد، وما نساو السيد المدير ديال دار الشباب اللي وقف وراء كل كبيره وصغيره. والحمد لله يعني كذلك بعض الفاعلين الجمعويين اللي دعمونا منذ البدايه باش ننجحوا هذا الدوري اللي من خلاله يعني الهدف ديالنا الاساسي في الدرجه الاولى هو نحتفلوا رفقه الاسره الملكيه بهذه المناسبه السعيده. فدابا المغاربه الملكيين وشعبنا اسره واحده الحمد لله، كي شفنا ديك المره جلاله الملك كيخرج وكيحتفل مع الشعب المغربي، وكذلك استقبل الاسر المغربيه وسط القصر. كذلك حتى حنا بغينا نعبروا على هذاك الفرحه ديالنا وهذا الانسجام ديالنا يعني المغاربه كلهم ملكا وشعبا. وكنبغيو نشكروا كذلك الناس ديال العصبه اللي دعمونا واللي عطونا واللي كونونا بدايه من يعني الاول اللي هو السي هشام دقيق، لانه من خلال التكوين ديالو اللي خضعنا ليه كان ديما تيقول لنا سيروا خرجوا اشتغلوا، وحنا الان احنا في التيران حاولنا ناسسوا هذه الجمعيه باش نجيبوا هذه اللعبه الجديده للمنطقه ديالنا. اكيد سبقتنا فريق اولمبيك مسا اللي عندها الفضل في البدايه وتكون عن طريق ديالهم، وان شاء الله المهم نتمناو التوفيق للجميع. نشكر اللجنه المنظمه ديال هذا الكاس، كاس الحسن كاس مولاي الحسن، تنشكر اللجنه على تنظيم هذا الدوري. الدوري منظم مزيان مقاد كل شيء هو هذاك، و تنتحصروا على اللقب اللي مشى لينا. هذا اللقب هذا كان اول لقب بتربحوا كوكب بوتبوز، وين مشى لنا وين كاين. هارد لك هارد لك زيزارانا لنارا بلاتي 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 بلا